المسلك إلى فتنة. ابتعدوا عني يا جميع فاعلي الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، سمع الرب تضرعي، الرب يتقبل صلاتي. ليخزى جميع أعدائي ويرتاعوا جدا وليتراجعوا، إذ لحق بهم العار فجأة. كنت أشرد هاربا وأبيت في البرية، كنت أسرع للنجاة من الريح العاصفة ومن نوء البحر. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد للأبد، آمين. فصل من قراءة الإنجيل المقدس من إنجيل لوقا البشير. وحضر قوم من الصدوقيين الذين يقاومون أمر القيامة وسألوه: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وله امرأة ومات بغير ولد يأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه. فكان سبعة إخوة، وأخذ الأول امرأة ومات بغير ولد، فأخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد، ثم أخذها الثالث، وهكذا السبعة ولم يتركوا ولدا وماتوا، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. فأجاب يسوع: أبناء هذا الدهر يزوجون ويتزوجون، ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يتزوجون، إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا، لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله، إذ هم أبناء القيامة. وأما إن الموتى يقومون فقد دل عليه موسى أيضا في أمر العليقة كما يقول: الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وليس هو إله أموات بل إله أحياء، لأن الجميع عنده أحياء. فصل من إنجيل يوحنا البشير. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الأب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته.
أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني، لأنهم لك، وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم. ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي إليك أيها الآب القدوس. احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك الذين أعطيتني، حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا الابن الهلاك ليتم الكتاب.